كيف فتت للغرفة؟ شوفي شوفي؟ مو من شوي فتت لغرفة القياس اللي فيها ماهيرة؟ شو جابك على غرفتي لكان؟ مفكر بتقدر تعمل يلي بدك يالك؟ انت كيف فتت لهون؟ مو بس فتت لغرفة قياسي، لا عم تساعدني بربط الفستان. إذا بتريدي انت اللي طلبتي اربط لك الفستان، انت يلي قلتي لي، يعني شو لازم ساوي؟ انا فكرت اني عم احكي مع ماما، قلت لأمي تفوت لعندي، فتركته للباب مفتوح مشان هي تفوت وتساعدني لأربطه. ما كنت عارفاني إنه هذا أنت. قلي كيف فتت على الغرفة؟ أنا مصدقك، بعرف إنك ما عم تكذبي. فكرتي أمك اللي فاتت، بس قليلي لما ربطت لك الفستان ليش ما منعتيني؟ لأنك عارفانة مين، صح؟ ضليتي ساكتة ما حكيتي شي، يعني بصراحة كنتي مبسوطة لأنه كاران ربط لك الفستان. لا مستحيل، أنا بس كنت مصدومة لأني شفتك هون. قلتيلي مصدومة؟ ليش ما بتعترفي إنك حبيتي تكوني قريبة مني؟ بعد عني، أنت غلطان كتير. أنت مانك من نوع الرجال يلي ممكن إنه يعجبني، حتى أنا ما بلاقيك حلو، ما بتعجبني بالمرة، كيف بدي أتمنى إنك تكون قريب مني؟ بعدين شو هالحكي تبعك؟ ليش لحتى خلي واحد مثلك يقرب مني؟ لأنك ما لقيتي حدا يساعدك. شو مفكرة؟ إني كتير مبسوط لأني عم أربط لك فستانك؟ أو إني حبيت كون قريب منك؟ أو إني بحبك؟ إذا هيك عم تفكري فأنت غلطانة، رتبي أفكارك مزبوط. وإنت إيه؟ شو مفكر؟ قلي انك لما ربطتلي الفستان نسيت كل شي حوالي وضعت بعيونك، او اني حبيت الموضوع؟ يعني مفكر اني بلشت تحس بشي تجاهك انت؟ هذا الحكي مو صح. بالحقيقة قد ما كنت قريب مني مستحيل انك تأثر علي. بأثر، واثق اني بأثر عليك. لا ما بتأثر. أنا إذا بتقرب من أي بنت رح أثر عليها فوراً، ومتأكد من هالشي. أنا كاران لوترا، والبنات بيتمنوا يتقربوا مني، ولما أتقرب مني واثق أني رح أثر عليك. لا ما بتأثر علي بنوب، ما عندي أي شعور تجاهك. عن جد؟ عن جد ما لي تأثير؟ وإذا قربت أكتر؟ مو ممكن هالشي. وهلا جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.